سمير اللي عم تساويه ما عاد ينطق ابدا. انا كيف بدي اصرف بعد ما بعتلي كل ذهباتي وما تركتلي ولا قطعة؟ لك حتى مصروف على البيت ما عم تحط. قلتلك مضطر على مصاري، بعدين مو عيب المرة تعين زوجها. والله بتعيل زوجها وقت اللي بيكون عم يشتغل وضاقت الدنيا فيه، مو وقت اللي بيقضيها بالملاهي ومع بنات الليل. اسمعي ولي، انا اخر مرة بسمح لك تعيدي هاك الكلام، انا ماني هيك بنوب. لك انا بعرف كل شيء وساكتي منشان ما اخرب بيتي بايدي. ايه اسكتي اسكتي، انا رايح اسهر برا البيت. يا سمير من شاء الله فهمني، انا مرة ضعيفة وما بصير كل يوم تتركني لحالي بالليل. ايه دخيلي، ما حدا رح يقرب عليكي، فلي على حالك الباب. لك لسه كل مرة بتطلع لي قصة مشان ما اسهر برا البيت، اقسم بالله رح تجنني يا رجل. ايه والله معها، يعني ما بتنترك لحالها بالبيت. لك يا سيدي شو بده يصير عليها؟ يعني البيت ما بينفات عليه غير من الباب، وطالما هي مسكرة على حال الباب إيه فمعناها أمورها بخير. بعدين انت ما في تمك غير هالسيرة، قوم خلينا نشرب لنا شي كاس يا زلمة. ايه بس كنت عم خليك تفضفض ولو. بالعموم جايب لك قنينة مشروب، ايه راح تعجبك على الأصلي. لك هذا الحكي، قوم يلا. يلا تفضل. لحظة قدي الساعة؟ 6 الصبح؟ كيف أخذني النوم هيك؟ سالم؟ لك يا سالم؟ وينه هاد؟ وين مفاتيحي؟ ألو؟ حضرتك السيد سمير؟ إيه أنا السيد سمير. نحن قسم الشرطة، بيتك امبارح تعرض للاقتحام من قبل شخص اسمه سالم، واعتدى على زوجتك بالاغتصاب والضرب وحاليا هي بالمشفى. شو عم تحكي انت؟ يا ريت راجعنا بالقصر مشان نعرف كيف وصلوا مفاتيح بيتك لعند المدعو سالم. هلا جاي عم تحكيني هالحكي؟ هلا جاي عم تندم؟ بعد شو؟ بعد شو؟ انت عرفان حالك لوين وصلت؟ شو الحل؟ انت بنظر القانون شريك بالجريمة، والقانون لا يحمي المغفلين. الله يهديك.